السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنحل اللاب التاني بتطبيق أفكار الـ EIGRP. تعالوا نشوف النهاردة اللاب التاني مطلوب مننا إيه. طيب، دي التوبولوجي اللي عندي. أنا عندي R1 و R2 R3 R4. R1 متصل بـ R5 over OSPF. تمام، بس كده طلعت كده كنترول دي. تمام، مش كده، عايزين نظبط الهيدر اللايرز عشان نعرف ايه نشرح. R1 متصل ب R5 اوفر وان لينك او اس بي اف، يعني R5 متسطب عليه الاو اس بي اف في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده، و R1 برضه في الاتجاه ده او اس بي اف برضه، ف R1 هيعرف في الشبكه دي عن طريق الايه الاو اس بي اف، وهعمل ريديستريبيوت من الاو اس بي اف انتو، اخلي راوتر 1 يعلن عن النتورك الاو اس بي اف اللي هي 3.0 10.0.0.0 اللي في الاوس بي اعلانها داخل يا جي ار بي على R2 R3 R4. تمام، هنا عايزين نتكلم عن كونسبت اسمه الاي اي جي ار بي ستوب تايبس. ايه هي بقى الاي اي جي ار بي ستوب تايبس؟ بمنتهى البساطه، لو انت بفرض عندك هيد كوارتر الاروتر 2 ده مثلا، دي شركه دي ليها ثلاث فروع، او خلينا نتكلم في اربع فروع. عندك الفرع الرئيسي الهيد كوارتر، تمام، وعندك ده مثلا اوفيس 1 راوتر 1، ده مثلا اوفيس 1، ده اوفيس 2، ده اوفيس 3. حلو. طيب، بفرض ان راوتر 2 فقد الاتصال بالشبكه على اوفيس 2 اللي هي عند راوتر 3، هنا هيعمل ايه؟ هيبعت المفترض كويري الى R4، وهيبعت كويري الى مين؟ الى R1. حلو. طيب، هل في الحاله دي مستاهل ان R2 يبعت الى R1 او R4؟ الاجابه ايه؟ الاجابه المفترض لا، لان R1 ده اوفيس مستقل، اوفيس رقم واحد، و R4 ده اوفيس رقم ثلاثة. ايش عرفهم هل الاوفيس دي بتروح ل1.0 عن طريق ايه؟ المفترض عن طريق R2. اذا كان R2 ذات نفسه فقد الاتصال ب1.0، مثلا الكابل الوان لينك بين R2 و R3 بقى داون، طب هل في لازمه ان R2 يروح يسال R1 و R4؟ ها، هنا بقى بنبدا ايه نشرح الاي اي جي ار بي ستوب تايبس. بوضع R4 وار وار 1 كستوب نيبر اوف اي اي جي ار بي بالنسبه لار 2، يعني مثلا انا هخلي ار 1 يروح يقول لار 2 هي ار 2 امان اي اي جي ار بي ستوب راوتر. معناها ايه؟ معناها ان راوتر 1 بيقول لراوتر 2، يا راوتر 2 انا كل الشبكات اللي بعلنك عنها دي اما دايركتلي كونكتد عليا، تمام، او اما ريديستريبيوتد مثلا نتوركس. حلو. يعني مثلا R1 بيروح لR2 ويقول له ايه؟ انا عارف الشبكه اللي هي 0.0، خلي بالك ان R1 متصل عليه شبكه 192.168.0.0، تمام، وبيعلن لR2 عن 10.0.0.0 و3.0، فبيعلن كده عن ايه؟ ثلاث شبكات. فمعنى ان R1 يروح لR2 انا ستوب مثلا ستوب ريديستريبيوتد، او طبعا لان الستوب ده ليه كذا نوع وهنشرحه ان شاء الله من خلال الكونفجريشن، معناه ان هو بيقول لR2 انا الشبكات دي بس هي دي اللي انا اعرفها، اي حاجه تانية انا ما اعرفهاش. فبالتالي لو R2 فقد الاتصال ب1.0 مش هيبعت كويري الى مين؟ الى R1، مش هيبعت له كويري. خدت بالك؟ برضو نفس القصه، انا ممكن اخلي برضو R4 يقول لي ايه لR2 انا ستوب برضو، تمام، بس انا يا R2 مش بعلن لك عن ريديستريبيوتد نتوركس، ومش بعلن لك عن كونكتد نتوركس بس، لا انا بعلن بس عن كونكتد نتورك بس، مش بعلن عن ريديستريبيوتد خالص. تمام، فمعنى برضو ان R2 ما يفقد الاتصال باني ريديستريبيوتد نتورك مش هيروح يسال R4، تمام، او مثلا 1.0 دي مش هيروح يسال R4، لان هو عارف ان R4 بيعلن عن الشبكات المتصل عليه مباشره. فخلي بالك الستوب هنا ليه كذا نوع. تمام. طيب، انا مش عايز ايه اكتر الشرح في الحته دي، الكونفيجريشن هتبين الدنيا. تعالى نشوف في اللاب بتاعنا اهو، ادي اللاب بتاعنا. هنبدا من عند مين الى هنعمل هنبدا من عند R2. حلو كده. وعند R2 انا هعمل كده شو اي بي انترفيس بريف. انا مسطب عندي اللي هو الاي بي كونفيجريشن، فاضل بيقول لك انا عايزك تعمل لي، يعني خلي بالك في المطلوب قال لك ايه؟ قال لك في المطلوب انا عايزك تعمل كونفيجريشن بين R1 R2 R3 and R4. تمام. طيب، كلام جميل. حلو. هروح بقى ايه الى راوتر 2، هسطب الاي جي بي راوتر اي جي بي نتورك ايه بقى يا باشا؟ 10.0.0.4.0.0.0.3، وبعدين 8، وبعدين 12، 8 12، وبعد كده اقول له نو اوتو سامري. حلو. وبعدين هروح الى R4 لو انا رحت كده الى R4 و
شو اي في انترفيس، انترفيس بريف المفترض يكون متصل على شبكتين 10 0 0 14 تمام، ادي شبكه و2 1 ادي شبكه، فاروح كده كوم بي تي راوتر اي اي جي ار بي 1 نو اوتو سامري الاول، بعد كده نتورك 192.168.0.0.0.255 وبعدين 10.0.0.12 وعلى وايلد كارد ماسك 0.0.3 ها هيربط اهو مع ار او مع ار 2، واروح الى ار 3 نفس القصه ار 3 كومبتي دو شو اي بي، دو شو اي بي انترفيس بريف متصل برضو على شبكتين اهو، ادي شبكه واخد فيها اي بي 10 0 0 10 وشبكه واخد بيها اي بي 1.1، فكده بنقول الراوتر اي اي جي ار بي 1 نو اوتو سمري، بعد كده نتورك 10 0 0 10 0 0 8 0 0 0 3، بعد كده نتورك 192 دوت او 168 دوت 1 دوت 0 كده 0 0 0 255 عظيم حلو. وعملنا نقطة سمري عند R3، تعال بقى نروح إلى إيه R1. أنا بيني وبينك مش متذكر أنا عامل كومبليكيشن ريديستريبيوشن ولا لأ، فأنا هروح على R1 كده وأشوف أنا عامل الأوس بي إف ريديستريبيوشن ولا لأ. لأ مش عاملها، مدي أي بي هات بس. أوكي تمام. طيب على R1 هظبط الكومبليكيشن بتاعت الـ EIGRP راوتر EIGRP 1 نتورك 192.168.0.0 0.0.0.255 وبعدين برضه نقطه سمري، بعد كده برضه هعلن عن نتورك 10.0.0.4.0.0.0.3 هيربط دلوقتي مع R2 عظيم، وبعد كده هروح هعمل راوتر او اس بي اف 1 نتورك هعلن عن 10.0.0.0.0.0.3 اريا 0 حلو عظيم، وبعدين هروح الى R5 كومبتي راوتر او اس بي اف 1 نتورك 10.0.0.0.0.0.3 اريا 0، وهخلي برضو راوتر 5 يعلن عن 3.0.0.0.255 اريا كام؟ اريا برضو 0، وبالتالي انا عندي راوتر 1. لو جيت كده على راوتر 1 دو شو اي بي راوت، المفترض هيعرف ال 3.0 عن طريق ار 5. نشوف كده ها، لو جينا دو شو اي بي انترفيس بريف على ار 5 دو بينج على 10.0.0.1 المفترض بيبينج اهو على ار وان. طيب لو جينا عملنا ار 5 شو اي بي، انا مش عارف الاو اس بي اتاخر ليه، شو اي بي اس بي نيبر لسه في حاله التو واي ها. طيب ها التو واي تمام عظيم، بقى في حاله الفول اهو الفول ستيت، رحت الى ار 1 عملت نفس الامر تاني، هو ار 1 بيقول لك ان انا عارف 3.1 ايه او النتورك اللي هي 3.0 المفترض يعني ان انا عارفها ثرو ان اس بي اف تمام، والباقي كله يعرفه اي اي جي ار بي. انا عايز بقى اخلي ار 1 يعلن عن الشبكه دي والشبكه دي لار 2، ومنها برضو ار 2 هيروح لار 3 وار 4 من الاو اس بي اف انتو الاي جي ار بي، فانا بالتالي محتاج اعمل ريديستريبيوشن. انا هعمل ريديستريبيوشن بيزك قوي، يعني هروح على ايه ار 1، هو الار 1 ده يعني ده يعتبر اي اس بي ار بالنسبه لار 5، لان ده بيربط ما بين اريا وما بين نطاق خارجي خارج الاو اس بي اف، فعند الراوتر الراوتر ده اللي هو بيسموه برضو الايدج راوتر، هروح على راوتر اي اي جي ار بي 1 وهعمل ريديستريبيوت. بص لو انت رحت الار 2 ورحت كتبت دو شو اي بي راوت اي اي جي ار بي اهو عارف اهو 0010 20 00 عند ار 1 و10 اللي عند ار 2 و20 اللي عند ار 4، ما يعرفش حاجه عن 3.0 ولا 10.0.0.0، فاروح كده لار 1 ريديستريبيوت، هريديستريبيوت من الاو اس بي اف النمبر بتاعه 1 والبروسيسور اي دي بتاعه 1، وهقول المتريك 11111 دخل خمس وحايد. هتقول لي ايه الخمس وحايد دي؟ هقول لك دي ان شاء الله هنشرحها في محاضرات الريديستريبيوشن تمام، يعني حيث ان يعني انا دلوقتي هعلن عن الشبكه بتاعت الاو اس بي اف، شبكات الاو اس بي اف انتو ريجر بي، فلازم احدد المتريك بتاعتها، فاول رقم انترفال عندي ده الباندوث، ثاني رقم هخليه واحد، ثاني رقم ده الديلي تمام مثلا اخليه واحد، تالت رقم ريلايبيليتي من 0 ل 255 اخليه 255 مثلا اللود وهكذا تمام، وخامس رقم ده الام تي يو تمام، فانا هخليها خمس وحايد اوكي. وبعدين بص بقى لو انت رحت الى ار 2 تمام شو بي ايوه بص شاف الشبكات اللي هي 10 0 0 0 خدت بالك اهو و3 0 خدت بالك، بس طبعا لو انا عملت بينج مش هيعرف برضو يوصل لها، هو هيعرف يروح لها، لو انا عملت بينج على 10.0.0.2 اللي هو فصل الاي بي بتاع فصل 8.0.0 على ار 5، ار 2 هيعرف يروح له بايكو، لكن ار 5 مش هيعرف يرد عليه بايكو ريبلاي، لان ار 5 لحد دلوقتي لسه ما يعرفش الشبكات بتاعت الايه الاي جي ار بي شو راوت او اس بي اف ما يعرفش اي حاجه تمام، فانا هروح الى ار 1
وهرجع نفس القصه الاو اس بي اف بقى، راوتر او اس بي اف 1، اوكي ريديستريبيوت من اي جي بي 1، وممكن اكتب كده سبنتس، يعني اعلن عن الكلاسلس سبنتس الموجوده اللي هي اي حاجه بعيدا عن سلاش 24 او 16 او 8، وادوس انتر. وبعدين اروح كده الار 5 شويه راوت، اوكي. طب ممكن ندوس كلير اي بي راوت استريك، كلير، ممكن ندوس كلير اي بي او اس بي اف بروسيس، يس، بالريست بس الايه الاو اس بي اف، اوكي شو اي بي راوت او اس بي اف، اهو ادي برضو ار 2 عارف ايه، ار 5 عارف النتوركس بتاعت الاجر بي. فكده بالتالي وصلت، لو انا رحت مثلا من ار 2، او بص بقى لو انا رحت من ار 3 وعملت بينج على 192.168.3.1، تمام، اللي هو اي بي ار 5 داخل 3.0/24 بيبينج اهو، بيروح عن طريق R2 بعد كده R1 بعد كده بيروح لايه لR5. كده ظبطت الدنيا عندي. طيب انا بقى هروح على R2 وهعمل هاكسكيوت كوماند ديبج اي بي اي اجر بي ودوس انتر. حلو. طيب لو انا رحت على R2 او R5 تمام او R1 ورحت قفلت الانترفيس باست ترانزيستور سويتش 1 ده، هل كده R2 هيعرف يروح ل 3.0؟ الاجابه لا. تمام كده. فبالتالي هيعمل ايه؟ هيبعت كويري، اوكي. بس ممكن انا مش عايز برضو افصل، مثلا انا مش عايزه، مش عايز اخلي ار2 يفقد الاتصال ل 3.0 لان دي ريديستريبيوتد، يعني هتبقى سيناريو معقد شويه، هخليه يفقد الاتصال ب 0.0. تمام. فانا هروح لراوتر 1 وهقفل لوب باك 0، هروح لراوتر 1 انترفيس باس لوب باك 0، هقول نو شت داون، او انا اسف هقول شت داون. حلو كده. بص ار2 دلوقتي هيعمل ايه؟ اها، هو فقد الاتصال بايه؟ بزيرو زيرو. تمام. اعطينا اهو، processing incoming query packet، هو هنا استلم query، المفترض يبعت query، استلم query من راوتر 1، خلي بالك، خدت بالك؟ اها، المفترض هنا processing incoming reply، والمفترض هيبعت كويري. هو بعت، يعني هو استلم ريبلاي، المفترض هو بعت كويري، بس الكويري هي فين؟ advertise out، هو المفترض هنا بعت كويري فعلا، لان هو بيقول لك processing incoming reply. تمام. بس يعني ايه هي يعني انا عايز اوصل لك ان R2 طلع كويري ال R3 و R4. تمام. لو احنا رحنا هنا لللينك اللي عملنا كابتشر، هنرجع الدنيا بصوا زي ما كانت عند R1، هنبدا نعمل من اول وجديد، نقول نو شت داون، نو شت داون. تمام. وبعدين هفصل الشبكه 0.0 ونشوف كابتشرز الواير شارك هنا، لو في كويري طلعها R2 بيسال فيها R3 عن 0.0، وكذلك عند ايه نفس القصه لو عملها هنا يعملها برده مع ايه مع R4. تمام. طيب رحنا هنا هنعمل ايه؟ اي اي جي ار بي. حلو. اوكي تعال بقى يا سيدي، دخلها بس في الكادر ونروح ل R1 وندوس شت داون على اللوب باك، هنشوف هنا 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 هنا. بص 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 بص، اعمل ستوب للكابتشرز. بصوا بقى يا شباب دلوقتي R2 اللي هو 10.0.0.9، تمام، ما هو فين 10.0.0.9 اللي هو عنوان R2 على الايه ال1 لينك دي، بعت ل R3 كويري بيسألوا عن مين؟ بيسألوا عن 0.0. تمام. فبعدين بعدين راح رد 10.0.0.10 اللي هو R3، رد على ايه؟ رد على اللي هو R2، قال له ان انا النكست هاب عندي اربع اتصال، انا مش عارف اوصل، انا ما عنديش اصلا اتصال ب 0.0، ده انا كنت بروح عن طريقك يا R2. خدت بالك؟ ده هنا وداوت الستوب. انا بقى عايز امنع ان R2 يطلع كويري هنا، لان هو طالما هو مش عارف يوصل ل 0.0، هو الهيد كوارتر هيروح للاوفيس راوتر ازاي؟ هيروح يساله ازاي؟ ما هو الاوفيس راوترز كلهم بتروح عن طريق الهيد كوارتر، خدت بالك؟ فاذا كان الهيد كوارتر فقد الاتصال اصلا ب 0.0 على الدار 1، فيروح يسال ليه R3 وR4؟ الحل ان انا اعمل ايه؟ تعال بقى بص يا سيدي، تعال نرجع الدنيا زي ما كانت، نو شت داون. حلو. المفترض خلي بالك ادي الكويري اهي، تمام، المفترض هروح عند R3 واقول، اروح كده عند R3، فين R3؟ اها، واقول R3 كونفتي راوتر اي اي جي ار بي 1 اي اي جي ار بي ستوب. حلو كده.
يا جر بي ستوب. الستوب انواعه الكونكتد ده اللي عليك، الكونكتد، الريسيف اونلي، الريديستريبيوتد، الاستاتيك، والاي والسمري. تمام. طيب كلام جميل، حلو قوي. ايه الفرق ما بين ال ايه؟ انا عندي كام نوع؟ ادي 1 2 3 4 5. سيبك من ليك ماب دي مش عليك دلوقتي. اما اقول ايه اي جي بي ستوب كونكتد، كونكتد يعني R3 بيقول لR2 ان الشبكات اللي بتوصل لك يا R2 عن طريقي انا كR3 دي دايركتلي كونكتد عليا. حلو. طب مين دايركتلي كونكتد عليه؟ 1 0 صح؟ طب كلام جميل. لو R2 فقد الاتصال ب 0 دوت 0 هل هيبعت كويري لR3؟ لا. تمام، لان 0 دوت 0 مش كونكتد على R3، دايركتلي كونكتد على R3 صح ولا لا؟ تمام. يعني كان R3 بيقول لR2 ان اجمالي الشبكات اللي ببعتها لك يا R2 دي دايركتلي كونكتد عليا، فانت لو فقدت الاتصال باي شبكه خارج النطاق اللي انا بعلن لك عنه ما تسالنيش. تمام. طيب كلام جميل. ريسيف اونلي، ريسيف اونلي يعني R3 ما بيعلنش عن اي شبكات اصلا. تمام. يعني ايه ما بيعلنش عن اي شبكات؟ هو بيستلم الاعلان بتاعه، يعني بيستلم اعلانات عن الشبكات الخارجيه من R2، لكن ما بيروحش R2 ويقول له انا متصل ب1.0. خدت بالك؟ دي بتحصل كتير في الايه في خصوصا مثلا في الفي بي ان والقصه دي كلها. انا من الاخر انا مش عايز R3 يعلن عن الشبكه الداخليه بتاعته دي. خدت بالك؟ فهو فضائيه ريسيف اونلي بالنسبه لR2. طالما R3 ريسيف اونلي يعني ايه؟ يعني R3 بيستلم فقط، ما بيطلعش ادفرتايزمنت. يعني من الاخر R2 اي شبكه هيفقد اتصال بيها عمره ما يروح يسال R3. كان في الكونكتد لو فقد الاتصال مثلا بوت زيرو هيبعت كويري لR3، هيبعت كويري لايه؟ لR3. تمام. ده لو كان R3 في وضعيه ستوب كونكتد. طيب الريديستريبيوتد، ريديستريبيوتد يعني R3 بيقول لR2 الشبكات اللي بعلن لك عنها دي شبكات ريديستريبيوتد، يعني جايه من اوتر راوتنج بروتوكول سواء اوس بي اف او ريب زي الار 1. الار 1 المفترض هنا يكون ستوب ريديستريبيوتد. خدت بالك؟ طيب كلام جميل. الاستاتيك يعني R3 بيقول لR2 انا الشبكات اللي بعلن لك عنها دي في منها ستاتيك، فانت لو فقدت يا R2، لو انت R2 في شبكه انت عارفها عن طريقي تمام، ودي انت كنت عارفها ستاتيك، دي طبعا بامر الديستريبيوت. يعني هتقول لي يعني بصوا يا شباب، انا ممكن اخلي R3 يروح لشبكه ستاتيك تمام، ودي ستاتيك راوت. حلو. واخليه يعلن عن الاستاتيك راوت دي انجكشن، اخليه يعملها حقن كده جوه الاي جي بي. فمن الاخر R3 يعرف يروح لشبكه مثلا 5.0 استاتيك عن طريق مثلا R6، واخلي R3 يعلن عن الاستاتيك ده بالنسبه لR2، فR2 يروح للشبكه اللي هي 5.0 اللي على R6 عن طريق R3. دي القصه دي. فهو كان R3 بيروح لR2 يقول له ايه؟ انا متصل بالشبكه دي استاتيك، يعني او الشبكات اللي بعلن لك عنها دي استاتيك. والسمري، سمري يعني R3 هسمح له اللي هو يطلع، او كأن R3 بيروح لR2 يقول له ايه؟ انا summary stop summary، يعني انا بعلن لك عن summary routes، يعني انا عندي شوية ايه networks وانا عملت لك عليها summarization. طيب بصوا يا شباب، انا مثلا هعمل stop وادوس enter. حلو كلام جميل. لو رحت هنا لR2 اوكي، رحت قلت انا عايز اعمل اندي باجول، اندي باجول تمام، وبعدين هكتب شو اي بي اي جي ار بي ستوب، شو اي بي اي اي جي ار بي نيبورز. طيب نيبورز اهو اللي هو المفترض فين ال 10.0.0.10. كان في امر بيبين لي شو اي بي اي اي جي ار بي 1 interfaces fast ethernet، ومتصل fast ethernet على ايه بقى؟ 0 سلاش 0 على R3. fast ethernet 0 سلاش 0. لو رحت كده ال R3 انا عملت stop ودوست enter ودو show run section router EIGRP 1. الستوب دي بيفعل اوتوماتيكلي كونكتد وسمري. لو انت دوست ستوب انتر ما حددتش كونكتد ولا ريسيف اونلي، هو بيشغل على كونكتد والسمري على طول. تمام. طيب كلام جميل جدا، حلو. تعالى بقى لار 1. حلو. هفصل الشبكه مره ثانيه، هدوس شت داون، وعايزك تلاحظ هل ار 2 هيبعت كويري لار 3؟ ها ما بعتش كويري صح؟
اخر كويري اهي كان قبل ما ادخل كومبليكيشن ستوب، لكن هو هنا ايه ما بعتش ايه كويري. اه ماي جاد معلش انا عملت اصلا ستوب للكابتشرز. طيب هنرجعها نو شوت داون مره ثانيه، عملت ستوب للكابتشرز اصلا من ار 2 لار 3، فانا هعمل كابتشر مره ثانيه ستارت كابتشر. يب اها يعني المفترض اما ار2 يفقد الاتصال ب 0.0 على ار1، كان في الحاله الاولى في الفيرست الانيشال كيس كان بيبعت كويري لار3 صح؟ بعد ما خليت ار3 كستوب دلوقتي ار2 مش هيطلع كويري الى ار3 تمام اهو. هنعمل هنا اي اي جي ار بي اوكي صغر شويه اهو تمام. تعالى بقى ايه على ار1 تمام اها على ار1 و شوت داون اقفل بقى الزيرو سلازيرو اهو تمام. طبعا خلي بالك هو 10 0 0 دوت 10 طلع كويري في اتجاه المالتي كاست اوكي، ولكن هو مش هيروح يسأل 10 دوت 0 دوت 0 دوت ايه دوت 9 تمام كده عظيم. طيب لو انا مثلا جيت خليت ار 3 تمام ك ستوب اي اي جي ار بي ستوب ريسيف اونلي اها عظيم. بص هنا على ار2 ولو رحت كتبت كده باس ايثرنت يوصل لزيرو هو عنده باس ايثرنت لو جيت لا شو اي بي اي اي جي شو اي بي راوت اي اي جي ار بي تمام. هو كان كاتب المفترض ده 1.0 بين هنا 1.0 يعني الراوتنج تيبل بتاع ار2. هل ار2 دلوقتي عارف 1.0 متصل على ار3؟ لا اختفت. اختفت ليه؟ لان ار3 ظبط وضعيته على انه ريسيف اونلي، يعني هو بيقول ار2 انا بستلم منك بس لكن مش هبعت لك النتوركس المتصل عندي تمام. فبالتالي لو انا جيت عملت بينج 192.168.1.1 وهقول ريبيت 10000 مثلا، دلوقتي مش هيبينج، هيبعت لك ريكوست تايم اوت. ريكوست ايه؟ تايم اوت. اوكي طب لو رحت عدلته خليته ستوب فقط انتر، بص هنا مفترض ار2 اهو بدأ يبعت اهو بدأ يبعت اقول ايه 1.0. طب لو خليته تاني ريسيف اونلي ها ما هو رجع تاني تمام، رجع ايه رجع تاني ما بيبعتش تمام. فدي الحالة بتاعت الايه في ار3 لو من الاخر كده كونكتد، لو ستوب بيور فبيسبورت الكونكتد والايه والسمري تمام. اما لو ستوب ريسيف اونلي فمعناه انه بيقول ار2 ايه انا هعلل لك انا هستلم منك اعلانات بس لكن انا مش هطلع تمام. كاني دخلت امر الباسيف انترفيس على ايه، كاني دخلت امر الباسيف انترفيس على فصل تمييز يوش لزيرو من الاخر، او كل الانترفيسز الموجوده عند ار3 خدتوا بالكم. طيب كلام جميل. ايه تاني؟ تعال نروح على ار3 وهقول لا اي اي جي ار بي ستوب. هو بقى بص انا تعالوا نشوف بقى المطلوب ايه بقى يعني تمام. هو بيقول لك يا سيدي انا عايز راوتر 3 يكون ديفولت ستوب راوتر. طب انا خليته خلاص ديفولت ستوب راوتر اهو تمام. طيب قال لك انا ار2 انا عايزه يكون ريسيف اونلي ستوب راوتر. لا ما ينفعش تكون دي كده. انا هو يقصد هنا اكيد ار4 مش ار2، هنا يقصد ار4. ار4 يكون ريسيف اونلي ستوب راوتر. طيب روح على ار4 وهنقول له اي اي جي ار اي اي جي ار بي ستوب ريسيف اونلي. حلو وبيقول لك انا عايز على ار1 يكون ديستريبيوت ستوب راوتر. طب تعالى هنا على ار1 تمام و راوتر اي اي جي ار بي 1 ريديستريبيوت انا اسف اي اي جي ار بي ستوب ريديستريبيوت وندوس انتر تمام. انا خليت ار1 دلوقتي ستوب ريديستريبيوتد صح؟ طيب لو انا رحت الار2 وعملت شو اي بي راوت اي اي جي ار بي، هو عارف 10.0.0 و192.3.0 وعارف 1.0 وعارف 3.0. فين 3.0 وعارف 1.0 وعارف وعارف 3.0 اللي هي اكسترنال اللي اكسترنال اوكي تمام. تاني ماشي اوكي، بس هنا في مشكله. فين 192.168.0؟
يعني هل ار2 دلوقتي مش عارف يوصل ل 0 0 ليه؟ قال لك اه اصل ار1 انا عرفته بالنسبه ستوب ريديستريبيوتد، يعني ار1 هيعلن عن الريديستريبيوتد نتوركس اللي عنده بس، مش هيعلن عن ايه؟ مش هيعلن عن الدايركتلي كونكتد اللي هي 0 0، مش هيعلن عنها، خدت بالك؟ فهنا بقى محتاج اعدل، اعمل اي اي جي ار بي ستوب ريديستريبيوتد وبعدين ايه كونكتد. حلو، تعالى كده الار 2 اي بي اي اي جي ار بي، ها تاني اي جي ار بي، عارف اهو في 190 190 0 0. طب لو جيت عملت بينج على 0 1، اوه مفترض خلاص بقى شو اي بي راوت. طيب دو شو ران سيكشن راوتر اي اي جي ار بي 1. اوكي نتورك 192.0.0.0.0.255. استا كونكتد اهو ريديستريبيوتد. افترض ار2 يعرف 0.0، ليه مش عارفها؟ تعالوا نعمل كابتشر هنا. ايه جي ار بي ستوب مثلا اهو. اوكي دوت 5 اللي هو اعتقد اللي هو ار1، تمام. فهنا ار1 سيسكو اي اي جي ار بي، اوكي تمام. لا ثواني كده نشوف كده دو شو اي بي انترفيس بريف، نشوف الاي بي بتاعه 10.0.0.6 اللي هو ده. ستوب اوبشنز اهو كونكتد ريديستريبيوتد ليك ماب. طيب ليك ماب ست اوكي ريديستريبيوتد 1 هنا كونكتد 1. ليه مش بيعلن عن ال مش بيعلن عن ال بيعلن عن ال 0 0؟ طب لو انا جيت شلت ال ريديستريبيوتد نو اي اي جي ار بي، طب ممكن اخليه اي اي جي ار بي ستوب وادوس انتر. حلو رحنا كده ال R2 show IP route EIGRP 1.0 اللي هي فين 1.0 اللي عند R3 و R4 ماشي، مفترض يعرف اللي هي 0.0 بقى بتاعت لا كده في مشكلة أصلا. طب لو جيت على R1 no EIGRP stop do show run EIGRP do show run EIGRP no دوشو ران سيكشن راوتر اي اي جي ار بي، انا لغيت الاستاب خالص اهو. فمفترض هروح هنا الى ار2 يبقى عارف بقى شو اي بي راوت اي جي ار بي. هو اصلا ار2 مش عارف يوصل ل 0.0 اللي عند ار1. اوه شت داون، شت داون. انا جيت ادوشو اي بي انترفيس بريف لوب باك 0 انا قفلتها اصلا، فعشان كده مش بيعلن عنها. نو شت داون راوتر انترفيس لوب باك 0 نو شت داون. حلو كده اروح راوتر اي جي ار بي 1 اخليه بقى ايه ريديستريبيوت هنا اي اي جي ار بي ستوب ريديستريبيوت ريديستريبيوتد، نشوف هل هيعلن عن الكونكتد. تعالى شو اي بي راوت اي اي جي ار بي، اعلن اهو عن الكونكتد. لو عملت ريديستريبيوت اعلن عن الكونكتد واعلن اهو عن الاكسترنال اي جي ار بي راوتس اهو. عظيم عظيم جدا جدا جدا. حلو طيب ده عشان نلخص الايه المواضيع بتاعتنا. خلي بالك هنا في الكابتشرز بوضح لك حاجه جميله، بيوضح لك ان هو الاوبشنز بتاعته ايه جي ار بي ستوب ايه ستوب اوبشنز اهو كونكتد ديستريبيوتد ليك ماب، تمام. اوكي تمام. فمن الاخر افضل وضعيه ان انت تعملها على الراوترات في الاوفيسز ان انت تخليها ستوب كونكتد وسامري. ولو انت عندك راوتر متصل ب راوتر 1 مثلا متصل ب شبكه او اس بي اف مثلا او ريب تعمل ريديستريبيوت، فانت تخليه ستوب ريديستريبيوت
وبالتالي خلي بالك ان الديستريبيوت بينكلود برضو، بيخليه سبورت برضو الايه، بيبعت الكونكتد عادي جدا. تمام، انا في هنا بقى ملحوظه انا عايز اجربها كده. لو انا رحت الار 1 مثلا، ورحت الار 1 وقلت له انترفيس لوب باك 1 اي بي اد 172 16001 ولوب باك 2، انا عايز اشوف الريديستريبيوت بيخلي الريديستريبيوتد نتوركس والكونكتد بيتعلن عنهم عادي. طب هل بيخلي السمري برضو بيتعلن عنه؟ خدتوا بالكم؟ فانا هعمل سمري، او هعمل شويه نتوركس واخلي يعمل عليها سمري. وهنا و 1 اهو 0 تمام 2 1 0 و 3 2 1 و 4 3 1. وهروح راوتر اي اي جي ار بي 1، وممكن اقول له اعلن عن النتورك، او النتورك اللي هي في الاتجاه ده، يعني هيعلن عن اي حاجه بتبدا 172 16 0 0. طيب هو المفترض على اي اي جي ار بي ريديستريبيوتد وضعيه الستب ريديستريبيوتد، فنروح نشوف كده هل ار 2 هيعرف يقرا. شو ابير اوت اي اي جي ار بي، بيقرا تمام، هو بيقرا الشبكات دي لان هي كونكتد عادي. تمام، هعمل بقى summary configuration على فصل ايثرنت 0 سلاش كام بقى؟ 0 سلاش 0 ولا 0 سلاش 1؟ 0 سلاش 0. اي بي summary 00 255 255 252 دوت 0. مفترض اي بي summary اي جي بي 1. اها طيب، هو كده عمل summarization summary configured. نروح نشوف الراوتر 2. عمل سمري اهو، عمل السمرايزيشن، فالديستريبيوتد بتنكلود جواه السمري. عظيم، لو جيت قلت مثلا بينج 172 16 01 بيبينج عادي جدا اهو، و 0 2 مش موجوده اصلا، 0 1 طب 1 1 طب 1 1 تمام، طب 2 1 3 1 تمام. طب افرض انا رحت الار 1 وخليته اي راوتر اي اجر بي 1 اي اي جي ار بي ستوب تمام، ريديستريبيو خليته ستوب كونكتد بس كونكتد، وده كده شو اي بي دو شو ران سيكشن راوتر اي اي جي ار بي، هو دلوقتي كونكتد بس. هل هيعلن عن السمري؟ دو شو اي بي راوت اي اي جي ار بي. بصوا، فك ما اعتمدش على السمري، ما خدش السمري ادرس، خد الايه النتوركس سبيسيفيكلي تمام، فهو بيبنج عادي لكن هو ما بيقبلش الايه، بصوا ما خدش السمري. طب لو خليت راوتر 1 اخليه ستوب وكونكتد، ستوب كونكتد سمري، شوف نشوف كده، ها شو اي بي راوت اي اجر بي، اها عمل سمري، خدت بالك؟ لكن الريديستريبيوتد، الريديستريبيوتد بيشغل الكونكتد والسمري معاه اهو، اي اجر بي ستوب ريديستريبيوت دوس انتر، كان نروح لار 2 اهو وشغل السمري معاه اهو، والدنيا ماشيه تمام التمام. طبعا احنا في المحاضره النهارده خدنا ايه هو الستوب واوضاعه، الريسيف اونلي، الستاتيك، الريديستريبيوتد، الكونكتد، وهكذا، وبرده درسنا انواعهم على الايه اللاب اللي اشتغلنا عليه. انا اعتبر خلصت، أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.